مثلا القناه الموصليه، قناه العزيزه علينا واهل الموصل كلهم. حياك الله. اهلا وسهلا. بالبدايه نتحدث عن اهميه المرور في المجتمعات العراقيه وغيرها، كيف تقيم عمل المرور الان؟ المرور طبعا هو النظام، هو الانتظام، فتقرا كل الدول من خلال نظام السير والالتزام بنظام السير. المرور تماس مباشر يوميا مع الحياة الاجتماعية لكل الناس. نبتدئ من الإناقة، من قيافة رجل المرور، من الكلام، من الأسلوب. احنا دائما طبعا نوصي باحترام الإنسان، المخالف مو مجرم، المخالف يتصرف في بعض الأحيان كمخالفة غير متعمد، وقد يكون متعمد لكن بالمحصلة هي مخالفة. فالتعامل الإنساني والاحترام حتى للمخالف. جيد. اليوم كيف تسعون لتطوير السلك المروري مع الحكومة العراقية ليكون كبقية المجتمعات، خصوصا نحن نعاني من اختناقات مرورية وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تطوير؟ أولا طبعا دعم كبير مباشر من أعلى سلطة بالحكومة، دولة رئيس الوزراء المحترم وكل السادة الوزراء المحترمين، معالي السيد وزير الداخلية، قيادات الوزارة، منظمات المجتمع المدني، أخواننا الإعلاميين المبدعين، كلهم دعم صراحة للمرور، دعم مو طبيعي ودعم متواصل، اهتمام كبير، توفير المستلزمات. أكو طموح أعلى لكن بالتدريج. الآن إحنا مدعومين دعم كامل، مش نطرح من أفكار. يعني آخر شيء أنا طرحت ملف كامل عن معالجة الاختناقات المرورية في بغداد، وغطوني 40 دقيقة في مجلس الوزراء بحضور دولة رئيس الوزراء المحترم، تكلمت 40 دقيقة بحلول آنية وحلول استراتيجية. تم الاستجابة مباشرة لكل المقترحات اللي طرحتها أثناء الجلسة. فإحنا كمرور دعم كامل لنا والحمد لله على كل شيء. تحدثت عن الدعم من قبل الحكومة المديرية المرور العامة، أيضا هنالك ميزانية خاصة بالمرور أم لا؟ طبعا أكو موازنة خاصة للمرور، لكن حتى يعرفون من خلال قناتكم قناة الموصلية أنه إحنا المرور العامة ووزارة الداخلية ما نحق نصرف أي مبلغ على الطريق. يعني تجين هسه أنا عندي آراء وأفكار للطريق لكن ما عندي صلاحية أن نصرف عليها. على سبيل المثال موضوع العلامات، تخطيط الشارع، الإنارة، حتى الإشارات الضوئية هي مو علينا. في بغداد على إخواننا الأعزاء في أمانة بغداد، في المحافظات مجالس المحافظة ومجالس البلدية. ما مدى التنسيق بينكم؟ والله احنا عندنا طبعا لجان وفق القانون، لجان عليا. نعم. مباشرة وهي أعلى المستويات في الدوائر اللي تسند المرور. وزارة النقل. نعم. معالي السيدة الأمينة المحترمة، تواصل احنا وياها لقاءات مستمرة. نعم. استجابة ان في أي طلبات، في أي حملة، احنا فتحنا شوارع كنا طلعناها، جتنا عن طريق المناشدات اللي فتحناها للمواطنين، دعم من قيادة العمليات اخواننا الاعزاء وامانة بغداد. نعم. اذا اقول لك الاخ قائد العمليات خونا معالي الامينة المحترمة، فاحنا عندنا لجان مهمة وفعالة، وايضا عندنا لجان السلامة المرورية مرتبطة بالامم المتحدة، هالدرجة واصلين يعني انا بتحضرها. ما يخص انت متواصل ايضا مع هذه المواضيع خارج العراق، ليس داخل العراق فقط، متواصل مع الدول الاخرى. في منظمة في الامم المتحدة تختص ببرامج السلامة المرورية. جاي. اللي بهاي المنظمة اكثرهم اعلاميين، فنانات وفنانين. وحتى قسم من عندهم تطرح افكار برامج للسلامة المرورية عالميا. شنو الافكار؟ شنو العلاج؟ احنا عندنا حضور بيه. مو بس هاي، حتى اكو اعمال انسانية، على سبيل المثال منظمات مكافحة التدخين، احنا والصحة. نعم. احنا جزء كبير، حتى ان يعني دعمناهم بوسترات ودعايات للقضاء والحد من
التدخين والتدخين السلبي. نعم سيادة اللواء، كيف تستثمر هذه الأفكار داخل العراق خلال عملكم؟ طبعا بس أقول لك فكرة واحدة. تفضل. أي عمل أو هدف ما ينجح إذا ماكو دعم له من الإعلام. يعني أنا أستثمر الإعلام، إخواننا الإعلاميين المبدعين دائما بأفكارنا نقدمها. يعني مثلا طلعنا بالإعلام ودعمونا الإعلام، قلنا أي مواطن عراقي يشوف أكو شارع مغلق فتحة يؤدي إلى خدمة الناس يشعرنا، أطلع آني شخصيا كشف مع قيادة العمليات وأمانة بغداد، وفعلا مناشدات دلونا مواطنين على شوارع إحنا فتحناها. طبعا هذا صار من خلال الإعلام، عندنا أفكار إحنا. إذن الإعلام مشارك بهذه الأفكار طبعاً لكي تصل الفكرة للمواطن. الإعلام مهم جدا في تحقيق الهدف. بالتأكيد. نعم. نعم لو أتحدث أيضا عن محافظة نينوى، من المحافظات المحررة في الآونة الأخيرة، كيف هو عمل مديرياتكم في محافظة نينوى العزيزة التي تحررت منذ فترة قريبة؟ عندما نتكلم عن الموصل فنتكلم عن تاريخ العراق. المحافظة مثل ما تفضلت العزيزة علينا كل إحنا أول مديرية باشرة بعد التحرير مديرية المرور. المرور. نزلناهم بالشارع مباشرة وبدون مواقع، يعني ما عندهم موقع، لأنه تعرفين الإرهاب حطم كل البنى التحتية في المحافظة العزيزة. فأول ما نزلوا مرور نينوى نزلناهم بالشارع مباشرة، كان التحرير بدايته يعني. ونزلوا الضباط ومنتسبين، طبعا دعم كامل من الوزارة. نعم. معالي السيد الوزير، سيد وكيل الشرطة، دعم كامل من عندنا. قبلها هم كانوا يداومون عندنا هنايا، جبناهم بالمقر داوموا كموقع بديل. مو كلهم داوموا طبعا، يعني حتى نكون واضحين. نعم. اللي داوموا عدد قليل، وإذا أقول لك نساء موظفات جني داوما من محافظة نينوى من الموصل جني داوما هنا بالعامة حوالي 6. نعم. بعد التحرير رجعوا ذولا نفسهم، والاخوان اللي طبعا اكو ناس عندهم اعذار مقبوله، اكو ناس هي ما جتي يعني، لكن احنا عندنا تدقيق ندقق معلومات عن اللي ما التحقوا. الان بدوا يلتحقون، قسم منهم اكتملت الاجراءات وصدرت اوامرهم ورجعوا، هسه موجودهم يصل الى 800. هم كانوا بالضبط 1800. الآخرين اللي الآن يعني يرغبون العودة. نعم. هنالك إجراءات تدقيقية. وهذا الذي أتحدث عنه. نعم. اللواء عامر أو نعم. عز السيد وزير الداخلية. نعم. قاسم العرجي. نعم. بإعادة المفصولين للخدمة خصوصا. نعم. في الموصل. نعم. أين وصل هذا الملف؟ المجموعة الأولى صدرت أوامرهم الإدارية وفق الأصول والقانون والضوابط، طبعا بأمر معالي السيد وزير الداخلية، وحتى أمننا رواتبهم. نعم. المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الآن بدأوا يجون، الآن أوامرهم في طور الإنجاز، تعرفين أكو إجراءات إدارية إجراءات أمنية. نعم. لكن توجيه معالي السيد الوزير اللي أنا أقول لك نفسه للخير هو، ودعم كامل للمحافظة العزيزة الموصل، فالآن في طور الإنجاز، وثقي ماكو أي واحد صاحب حقه حيروح حقه. جيد. لو أتحدث عن الحقوق والمستحقات وهي. نعم. الرواتب المدخرة. نعم. وغيرها. نعم. التي تستحقها منتسبين محافظة نينوى. نعم. هل باشرتم بصرف رواتب المدخرة لمنتسبيكم في مديريات الموصل؟ المجموعة الأولى التحقوا هسه صدرت أمرهم كلهم رواتبهم استلموها. المجموعة الأخرى؟ الأولى خاصة الأولى كانوا هنا ذولا رأسا أمنا لهم واستلموهم. مجموعة. المجموعة الثالثة ما تقدرين تعطيهم رواتب إلا تصدر أوامر إدارية وزارية بإعادتهم. أكثر الوزارات ما تصرف رواتب. إحنا بالنسبة لنا عندنا تدقيق، تدرين أنت العمل الأمني. نعم. إحنا المرور جزء من العمل الأمني. نعم. العمل الأمني يراد للتدقيق من الجوانب الاستخباراتية الأمنية الإدارية. الإدارية أوكي ما عندنا مشكلة، لكن أكو هناك لجان تدقق عليهم. نعم. أمنيا واستخباراتيا، بس تكمل تنطلق رواتبهم إن شاء الله. جيد. سيادة اللواء أيضا لو أتحدث عن عمل المديريات منذ. نعم. فترة توقف منح الإجازات. صح. وأيضا الامتحانات الخاصة بإجازة السواقة، لماذا هذا الموضوع؟ أنا أجابك. طبعا
لدينا بكل محافظة من محافظات العراق لكم مشروع الوطني. هذا مشروع ألماني متطور جدا إلكتروني في نينوى. حطموه كل الأجهزة والبناية حطموها الآن في منطقة الشلالات. نعم هي هذا المشروع الوطني الآن. يعني على كلامك أنا قبل كم يوم مدير مرور نينوى هنايا حتى نعيد المشروع يراد وقت ويراد تأمين يراد مستلزمات كبيرة. فاقترحنا انه نشغل عندهم المشروع الموازي اللي احنا مشغليه بالبصره وبغداد. هذا انشاء هذا المشروع هذا انشاء بسيط جدا يختلف عن المشروع الالماني. فسوينا دراسه الان مدير مرور نينوى ايد الفكره والشركه ايدت الفكره. راح نحاول ناخذ موافقه من الوزاره انه نفتح منح الاجازات السوق فقط عن طريق المشروع الموازي. السوق ستمنح الإجازة يعني خلال أسبوعين تقريبا بس نأخذ الموافقات الأصولية. راح نباشر الآن على إجازات السوق. نمنح إجازات السوق إن شاء الله. جيد. لو أتحدث أيضا محافظة نينوى في الآونة الأخيرة تشهد أيضا حوادث مرورية كثيرة وبشكل متكرر. ما هي الأسباب وأيضا الحلول التي وضعتموها لحل هذه الأزمة؟ أولا بالنسبة للحوادث المرورية عالميا إحصائيات عالمية مرعبة في كل العالم. جيد. والعراق الأكثر. لا. محافظة نينوى بشكل متكرر. منو قال العراق أكثر؟ إحصائياتها عالمية. الإحصائيات العالمية ماذا تقول؟ العراق تقول في أي مرحلة؟ لا العراق ما يجي بالمقدمة. المقدمة دول أفريقية. أيوة. دول خليجية. خلي أقول إيش فين سبب الحوادث. مثلث السلامة المرورية عالميا اللي هو يبتدئ أولا بالسائق. نعم. المقصود ثقافة السائق مروريا، توعية السائق. الضلع الآخر وهو المهم جدا الطريق وتأثيث الطريق. تأثير الطريق شنو يعني؟ أكو علامات دلالة، تخطيط شارع، تحديد مسارات، إنارة، سياج أمان، جزرة وسطية منتظمة. بسبب تدمير المدينة ما موجود طبعًا. هاي ستي الضلع راح. الضلع الآخر عالميا الآن يدرس هو المركبة وصناعة المركبة. يعني أنت قبل أنت جزء ما تتذكرين، إحنا نتذكر سيارة الفورد أو الشوفر قديمة، سيارة كلها حديد، إيش قد ما يسوي الصدام الإنسان ما يتأذى. الآن صناعة السيارات كلها فايبر غلاس، كلها درام شفتات، أي طخة بسيطة يتأذى الإنسان أو بشيناتها ما تفكر بالإنسان. هذا ممكن هي الأسباب تسبب طبعًا حوادث. هاي إحنا شو نقول هسه؟ إحنا عندنا بالعراق إذا أفاجئك قلت الحوادث لكن أضرار الإنسان زادت. أنتي شو تقيسيها؟ أنا ما يهمني السيارة. مو مشكلة. أنا يهمني الإنسان. أعتقد أنت متفقة وياي. نعم. إحنا من نجاوب هسه كمرور إحصائيات نقول لك الحوادث قلت عندنا نسبة. لكن بالحقيقة شنو هي؟ الإنسان يتضرر أكثر. هاي عالمياً طبعًا. نعم. فيعني من تقولي لي السلامة أنا أول لازم أوفر لك طريق مؤثث أصولياً. نعم. صناعة المركبة وثقافة السائق. هذا مثلث السلامة المرورية. فالمرور مو هي اللي سبب الحوادث ولا هي إحنا جهة تنفيذية للقانون. اطلع على ساعة طريق سريع يحتاج إلى تأثيث، علامات دلالة، سياج أمان. وايضا انا احمل السائق. يعني هسه احنا عندنا منتجين الى الحوادث اللي تصير اكثرها سرعه شديده وعدم انتباه اكثرها، لكن اكرر لك الضرر بالانسان اكثر. القوانين موجوده لكن لا يلتزم بها الانسان او السائق لهذه المركبه. العفو، قوانين موجوده مو كل الانسان ما يلتزم. اكو ناس ملتزمة وما له علاقة بالشهادة والثقافة. أكو إنسان هو من طبيعته ملتزم. أكو إنسان بس بتفد معلومة. المواطن العراقي أعلى مواطن التزاما بالقانون من يطلع بالخارج. بل وهو ينبهك على الالتزام. هذا يطلع بدبي من أبو ظبي يدخل دبي خط السريع بالكاميرا يدفع 40 درهم. ازدحام 4 ساعات. هو ينبهك
من يدخل للعراق العراقي يتغير. الأسباب تغير العراق. الأسباب أنا جاوبك. الوطنية وعشق البلد هنا أكو مشكلة. أنا ثقافة. لكن هذا مو على الكل طبعاً. أكو ناس ملتزمة، أكو ناس تحترم، أكو ناس أسألني من أنزل أقعد بالشارع. طبعاً شقد أتعب أكون سعيد جداً أشوف الناس فرحانة. أنا مدير عام أقف بحدي أولاً من الناحية الأمنية طبيعية جداً ماكو شيء، وثانياً المواطن من يشوف مسؤول الأعلى واقف بنفسه واعتيادي، لا تقولي لي حماية ولا تقولي دعم معنوي. مو بس معنوي، أنا أول شيء أكد على الجانب الأمني، ثانياً المواطن من يشوف مسؤول الأعلى للدائرة واقف فوق بنفسه يصير عنده اطمئنان ويصير عنده التزام أكثر. هل فقط في بغداد او المحافظات؟ حتى المحافظات احنا نروح. كنت تسالين اخواني اللي وياي الضباط، انا قبل اسبوعين انا مع الوزير كنا بالديوانيه نزلت وقفت بالتقاطعات، يعني تتفاجئين من الاحترام، احترام الناس. الانسان بالديوانيه يعني يجي ما عنده شيء مش، لكن يجي يسلم عليك وسعيد. وايضا محافظه النجف الاشرف كبلاد مقدسه واسط. كان لك زياره لمحافظه نينوى؟ محافظه نينوى مو هسه زائره، قبل بس عندي معلومات كاملة عن الموضوع. يعني ممكن تكون لك زيارة؟ طبعا ضروري جدا، بس أني أريد أقدم لهم شيء، يعني إن شاء الله من نكمل مشروع منح الإجازات أروح لهم، حتى أروح لهم وأني سعيد أنهم قدم لهم. متى يكتمل هذا المشروع؟ هذا مشروع سهل سريع، يعني خلال أسبوعين إحنا بس نكمل الإجراءات موافقات إحنا مباشر، لأنه إجراءاته بسيطة جدا. فإحنا أطمنكم من خلال كسبق لكم قناة الموصلية العزيزة، نعم، انه احنا في طور الانجاز، انه راح نمنح اجازات السوق لاخواننا الاعزاء في المحافظة العزيزة موصل. بذكر الالتزامات وتأثيث الشارع حتى تقلل عملية حوادث او المرورية اللي موجودة بالشارع، ايضا نحتاج الى اشارات ضوئية، جزء منها معطل وجزء منها تالف، خصوصا في المحافظات المحررة. كيف ممكن معالجة هذا الموضوع سيادة اللواء؟ الاشارة الضوئية مو على المرور، بالنسبة للمحافظات مجالس المحافظة والبلدية هم مسؤولين. اعيد لك الكلام، احنا المرور جهه تنفيذيه، لكن لكم الصلاحيه بمفاتحه هذه الجهات. نعم صحيح، والتنسيق بهكذا مواضيع مهمه. هو احنا هذا المنفذي، لكن من خلال قناتكم حتى المواطن يعرف. نعم، احنا جهه تنفيذيه للقانون. جيبوا لنا شارع مؤثث، جيبوا لنا اشاره تشتغل، جيبوا لنا هسه احنا في بغداد كاميرات بالتقاطعات اسستها محافظه بغداد، نسقنا لهم بالتنسيق مع مجلس المرور العزيزين محافظة بغداد، الأشيد بالسيد المحافظ، مجلس المحافظة، طونا تغذية. هسه احنا السيطرة مالتنا مو بس صوت، نداءات، كاميرات، نعرف شكو بالتقاطع، نقرا التقاطع. نعم، فاحنا بالنسبة ان تأثثونا وتجهزونا احنا ننفذ القانون. لكن سيد الوالي، ماذا لا يوجد هذا التنسيق بينكم وبين محافظة نينوى ومجلس المحافظة؟ مجلس المحافظة الآن في الموصل أو نينوى قدم دعم للمرور، جهز لهم كربانات متطورة ليدعمهم سيارات. لكن تدرين مجلس المحافظة هسه عاد تنظيمة، فكو جوانب أمنية أهم، لكن الناس الآن دعموا المرور نينوى، كربانات متطورة، سيارات دعموهم، ودعم متواصل الآن من أخواننا مجلس محافظة نينوى. نعم، نرى ظاهرة موجودة منذ فترة طويلة، هي أن يكون في أعمار المراهقين كما نذكر 18 دون سن 18 سنة موجودين في الشارع ويقود مركبة في محافظة نينوى وفي عموم العراق. هل ممكن أن نجد حل لحل هذا الموضوع؟ أيضا يكون تقليل من الحوادث المرورية يكون سببها هذه الأعمار. إحنا طبعا تتعرفين منح إجازات السوق في العراق توقف من 2003 إلى 2012. المحصلة 10 مليون عراقي يحتاجون إجازة السوق. إذا تدعيهم كلهم تسوي مشكلة. لازم من تدعيهم عندش مكان ومستلزمات وعاملين يتلائمون مع العدد. إذا تدعيهم عشوائياً يسوين فساد، صنعين فساد ومشكلة. المهم
بالسياسة مالتنا احنا قلت لك احنا نلجأ للإعلام وناخذ آراء لآخرين. احنا اعطينا مجال يطلعون رجال السوق بهدوء. من جينا نسوي حملة على الناس اللي قدوم مركباتهم بدون إجازة السوق، بدأنا بالأحداث اللي دون سنة 18. قبل ما ننفذ أخذنا آراء أخواننا الإعلاميين، أساتذة الجامعات، وحتى رياضيين قالوا لنا لا أجلوها ورا الامتحانات. هاي قبل سنة ونص شفنا الرأي المطابق، ما يخالف، اتفقنا وياهم ورا الامتحانات سوينا حملة. طبعا بعد أن سوينا توعية بالإعلام من نزلنا سوينا حملة كرخور صافة تشيبسي على بغداد، تتفاجئين أنه أول يوم بس 4 بالصافة و3 بالكرخ. هذا دليل أنه برامج التوعية نجحت. إحنا مو الغاية أن نصيد بيهم، إحنا كفاية عندنا أنه يستفادون من التوعية الإعلامية وأنه ما يقودون مركباتهم. للعلم اللي يقود مركبة بدون إجازة السوق حسب قانون المرور ينحكم 6 شهور، وصاحب السيارة مالك السيارة اللي طاهيها أيضا ينحكم. لكن من جينا بالحصيلة وراء الحملة مع اللي بالغين، مثلا إذا أقول لك 2000 شاب إذا تطبقين عليهم القانون وينحكمون 6 شهور، هاي كارثة. طبعا أنت لازم تفكرين بالجانب الإنساني. يعني هذول حتى السادة القضاة المحترمين من يناقشك بوجه صحيح يقول ليش دول 2000 شاب إذا أنا طبق القانون أحكمهم 6 شهور. طيب والحلول؟ الحلول إحنا عسى الآن طبعا هي المخالفة موجودة بكل مكان. لكن إحنا نهينا الموضوع، أكو حالات بسيطة نعم، حملاتنا مستمرة عليهم مع الاحترام. ولو أقرأ لك إحصائيات إيش قد عندنا وقد مستلين قلت الدراجات الحملة يومية عليهم وما يفعلوه الدراجات وإيش قد عددهم وإيش يسوون وإيش يتركون الجرائم. أنا أتكلم عن المخالفين مو على هذا. لكن إحنا من خلالكم نطالب الإعلام أن يدعمنا في موضوع الدراجات. إحنا مو جايين على الفقير، إحنا جايين على المخالف والمجرم اللي يسرق حقيبة النساء والاعتداء على النساء والصاعد الجزر الوسطية والجاي عكس السير وأقول الدراجة لعبة صاعدين بها 4 والهورنات كلكم تعرفون هذا الموضوع صحيح. فإحنا حملاتنا مستمرة، ما نسكت على الخطأ، لكن إحنا بالبداية نخلي الجانب الإنساني. الإنسانية مهمة جدا كل الأحوال. هؤلاء مخالفين ممكن يكون لهم حل في الفترة الأخيرة. لا إحنا مستمرين حملات. أنا هسه أنت مخالفة أقول لك هذا قانون، أطبق عليك القانون. إيش قد راح أنت تقولين؟ أقول لك أنا ما لي علاقة، هذا القانون. لكن ما لي حق أتجاوز عليك أو أسيء لك الأدب، ما لي حق. عندي قانون وبجانب القانون أكو إنسانية. يعني أنا ذاك اليوم بالأندلس واقف شاب عكس السيارة لزموه دي ودوا السيارة للحجز، نزل بس حكى وياي قال لي أنا طالب عندي امتحان وغلطت. قلت له أنا سامحتك روح. ناس سألوني قالوا لي أنت شلون تعوفة وإعلاميين؟ قلت له هذا رايح دي يمتحن وشاب واعترف بخطأه، أنا لو حاجز السيارة بعد يمكن ما يقدر يمتحن أو راح يفشل بالامتحان، أنا دمرت مستقبله. طالما اعترف بالمخالفة وحس بها كذا ما بيها شيء. جانب إنساني موجود. لماذا نشهد غياب النظام المروري في الجانب الأيمن في مدينة الموصل تحديدا؟ أنا جاوبت لحد الآن. الجانب الأيمن أكو دواعي أمنية، يعني بس المرور في كل الدوائر. يعني ستي بالجانب الأيسر يختلف عن الجانب الأيمن. يعني إن شاء الله بس تنضبط الأمور الأمنية وإن شاء الله تنضبط عن قريب تتغير. مو بس المرور، حتى دوائر أخرى مدنية يمكن صعبة عليها، ترى هاي فترة أيام يعني مو إن شاء الله. لو أتحدث عن تبديل لوحات المرورية التي تحمل فحص نينا، ومتى سيتم المباشرة بتبديل هذه اللوحات؟ أولا موضوع الفحص المؤقت في كل العراق هذا أمني أيضا انتهى، ماكو فحص مؤقت بعد. بالنسبة لنينا وإحنا نفذنا لهم بغداد، يعني أغلبيتهم سبدلوا لوحاتهم أصوليا، أكو قلة كانوا مغادرين المحافظة فذولا يجون. إحنا الآن هم عندهم عذر، طبعا عنده عذر شرعي مثل إخواننا في
الموصل. نعم. ترى البقوا قليلين فحص المؤقت لانه كلهم استبدلنا لهم بغداد. احنا سوينا لهم موقع بالغزاليه اللي ما قدر يوصل اللي لبغداد ما قدر وعنده عذر شرعي لان الفحص المؤقت انتهى. بس نينوى تختلف لها رعايه خاصه يعني بالموضوع هذا. نعم. هل هنالك نيه بان تكون رفع كوادر من خلال تعيينات في مدينه؟ نعم. الموصل خاصه. اقول لك الموضوع نينوى وجود المرور الحقيقي جيد جدا، لكن عمليه الالتحاق تدرين الظروف اللي صارت ما التحقوا كلهم بالبدايه، التحقوا جزء بسيط، بعدين ورا التحرير التحقوا مجموعه كبيره صدرت اوامرهم. الان اذا صدرت اوامر البقيه انا اقول لك اعلى نسبه من موجود المرور هو في نينوى. اذا انتم لا تحتاجون الى كوادر اخرى في محافظه نينوى لتنشئه امور موجودنا كلش جيد في مرور نينوى. نعم. في سؤال، كيف تقيم عمل المديريات في محافظه نينوى؟ كيف يكون العمل هناك؟ هل انتم راضون عن هذا المستوى؟ هل هو بالمستوى المطلوب في العمل؟ اذا تقصدين المرور بنينوى اقول لك لا، مو بالمستوى المطلوب ولاسباب طبعا ودواعي امنيه. نعم. ظروف المحافظه الآن، المحافظة استقرت ظروف المحافظة سيادة اللواء، المحافظة في إعادة تنظيم هسه. نعم. فإحنا ليش هسه مدى نقيمهم تقييم مباشر؟ نعم. يراد لهم وقت. تدرين يعني المحافظة العزيزة تعرضت إلى أشرس هجمة إرهابية، وأعتقد لتاريخ العريق، لكن بعد التحرير يعني يراد لها وقت أنه أنت مسكين الأمن بشكل اعتيادي، تعيدين الدوائر، وحتى الآثار وحتى التراث يحتاج إلى شوية وقت، وأيضا مديرة المرور تحتاج وقت، حتى المرور كمان. نعم تحتاج إلى وقت. هسه مو يشتغلون بالشارع، لكن إحنا عندنا دوائر، عندنا تسجيل، عندنا إجازات، عندنا برامج توعية لازم. هسه إحنا كنا قبل ما تجين حضرتك كنا بنزور مدرسة ثانوية للبنات. نعم. ويانا ضابطات اعطيناهم برامج توعية للبنات حتى يباعون. نحتاج هذه المبادرات في المحافظات المحررة، الأنبار، صلاح الدين. نعم. منها الموصل أيضا، وأيضا نتمنى أن يكون هنالك حلول للخناقات المرورية الموجودة، أو النظام يعود كما كان في مدينة الموصل. يعود إن شاء الله. إن شاء الله يعود. أترك الكلمة الأخيرة لك من خلال هذه التغطية على شاشة الموصل. طبعا أنا من خلال قناتكم بس أقول كلام واحد. أولا، لا يبنى أي كيان أو دولة في العالم إلا بالحب والاحترام والتسامح. علينا أن نحاور بعضنا لا نهاجم بعضنا. شكرا لقناة المصرية. شكرا على هذه الهدية اللواء عامر خضير عباس العزاوي، شكرا جزيلا لهذه شكراً. المعلومات، وشكرا على هدية، شكرا لقناة المصرية، شكرا جزيلا لك. ونتمنى أن تكون هنالك مواقف أخرى ومبادرات أيضا تشمل جميع المحافظات العراقية.